قلنا عزيزي برج الحمل أنت تخرج حسب هذا الكارت تخرج من فقاعة سوداء كنت بداخلها، وهذه الفقاعة بوم انفجرت. نعم، وأنت تريد بدايات جميلة، هذه بداية 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 بدايات جميلة، هذه تقول يعني فيما يخص الجانب المادي كذلك بدايات يعني قوية. نعم، لكن بما أنها يعني طلبتم مني أن نركز فقط في العاطفة فسأتكلم عن الجانب العاطفي فقط. واخا أنت الآن تحس بأنك حر، حررت نفسك من هذا العذاب ولم تعد تعتمد على هذا الحبيب لتكون سعيدا. نعم، لأنك ما تريده عزيزي هو أن تكون مرتاح، مرتاح بحال المجنون. المجنون لا يفكر، المجنون يعيش حياته حر. طبعا المشاعر هي التي تسير المجنون. أنا لا أقول أنك لا تحب هذا الحبيب، طبعا أنت ما زلت تحبه، لكن أنت يعني في طريق النضج أو تغيير. تغيير أنا أرى هنا الكثير، تغيير كبير. واخا أنت عزيزي لتكون مرتاح لابد كان يعني شي حاجة بداخلك أجبرك على أن تكون قويا وأن تكون عقلانيا شيئا ما، وأن يعني نعم أن تكون قويا. أنت الآن تدافع على نفسك، تعتني بروحك، تعتني بنفسك لأنك عانيت بزاف، سفرتي بزاف. نعم، وحالتك هي كانت حالتك كانت حالة حزن، حزن عميق، كانت حالة حزن عميق. شوفوا الله، شوفوا يعني سبحان الله، أنا أحيانا أخاف من نفسي. الكارت، هذه الكارت يعني تقول نعم يا إيمان، ما تقولينه صحيح، أنت في الطريق يعني الجيد. نعم، هذا الكارت مهمة جدا، هذا الكارت تقول أنك تبدأ أو تذهب لمكان جديد، تذهب حزينا، لكن عزيزي تذهب حزينا، أنت تترك شيء وراءك، يعني كتخلي داك الشيء اللي عذبك، تترك المعاناة وتذهب لمكان جميل. وهذا الكارد معناها غالبا غالبا أنك ستصل، يعني شوف هذا المكان فيه أشجار، فيه جبال، يعني دائما تكون يعني رغم أنك تذهب بحزن، لأن طبعا هناك حب، أنت تحب هذا الحبيب، لكن أنت تريد بداية جديدة، تريد شيء جديد، وتذهب وترحل بحزن، لكن المكان الذي تذهب إليه يكون مكانا جميلا، نهاية خضراء، عفوا بداية خضراء، بداية طبعا أنا أتكلم عن الطبيعة، بداية خضراء، والأخضر هو لون الأمل. نعم، بداية خضراء، بداية جميلة، كانت قراءة جميلة. نقول القراءة، حالتك نعم كانت هي الحزن العميق، ما تقوله هذا الكارد، و الحزن العميق عزيزي برج الحمل كيعيط على الحزن. إذا كنت يعني فرحان فالفرحة تكبر، إذا كنت حزين فالحزن يكبر وينادي على المزيد من الحزن، ينادي على اليأس، ينادي على الكآبة، وهي أنساغ يعني سلسلة لا تنتهي. وأنت الآن يعني من كثرة ومن عمق هذا ومن شدة هذا الحزن قلت صافي كملنا وانتهينا، وأريد يعني أريد أن أكون سعيدا، أريد أن أكون مرتاحا. نعم، يعني رسمت أمل لنفسك، ليس فقط لهذه العلاقة بل لنفسك. يعني إلى متى يا عزيزي برج الحمل يعني أنت تتكلم مع نفسك؟ إلى متى، شوف علاقات حزونة، إلى متى يعني ستترك هذه يعني هذه يعني هذه العلاقة أو هذا الحب، كيفاش كيقولوا مانيبولا، يعني يسيطر على حياتك، يسير حياتك، وبهذه الطريقة السلبية إلى متى؟ والآن أنت بفضل هذا التغيير وبفضل الصبر وبفضل الأمل أنت تلبس ثياب.
جديدة، ثياب بيضاء، شوفوا 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 القوس قزح، شوفوا يعني الخير والرزق، يعني كل شيء إيجابي في هذه القراءة. نعم، رغم معاناتك الأولى، بفضل هذا التغيير غدا عزيزي ستخرج من بيتك، وسترى يعني عندما تفتح الباب سترى الجاردان بلان دو فلور، يعني عندما تفتح الباب سترى بستان مليء بالفرص المادية والعاطفية ومن كل الأنواع. ستزيل هذا المنديل من عينيك، كنت يعني كنت عورة أو لا كنت عور، وكنت أعمى أو كنت عمياء، والآن أنت ترى النور، ترى النور. نعم حبيبي، أنت فهمت يعني أن الأشياء تصل عندما يجب أن تصل، وهذه الكارتة تقول لك، هذه كذلك تعني تحقيق الأمنية. أنا أراها قراءة إيجابية بزاف جميلة، أنا لا أرى كارتة سلبية، لأن بدأنا يعني الابتعاد عما هو، أنت تخلق من جديد، تولد من جديد، وما ينتظرك هو كل شيء جميل وتحقيق الأحلام. نعم، لنتكلم عن هذا الحبيب الذي تسأل عنه، هذا الحبيب الذي في قلبك. هذا الحبيب ربما هو متعلق بشخص آخر، نعم، ربما هو متزوج أو المهم مع شخص آخر. نعم، هناك امرأتان، هذا الرجل متعلق بامرأة أخرى. هناك عزيزي برج الحمل، حذاري، هناك امرأة، هناك طاقة سلبية تغار منك أنت، يعني شوفوا يعني البراءة، وهذه المرأة يعني وجهها شيطاني نوعا ما، يعني سلبية. شوف، تخلق من جديد، الكارت سبحان الله، أنت تخلق من جديد. هذا الحبيب يخاف، هذا الخفيف الحبيب عفوا يخاف، لكن هذا الكارت يعني كارت روحانية قوية وجميلة جدا، تقول أن الحبيب، شوف الله، هو كذلك حزين، هو ما يريده هو هذا ما يريده الحبيب. كتشوفوا الكارت ولا لا؟ هذا بلاتي يا ربي، هذا ما يريده الحبيب، هذا ما يريده الحبيب، هذا الحبيب يفهم أخيرا. هذه كارت روحانية، يعني استيقظ، حتى هو يعيش في تغيير، حتى هو يعيش في تغيير، هو فهم أنه فقد كنز ثمين جدا، وأنه يعيش حياة مزيفة مع هذا الشخص الأول. نعم، حياة سوداء، شوفوا يعني هما مقيدين، مقيدين، لكن ما وراءهم هو يعني ليس هناك سعادة. نعم، هي حياة سوداء مزيفة، وأنه فقد هذا الحب الجميل والراقي والصافي. نعم، الآن هو كما نرى، هو ربما هذا يعني كيفاش كنقول، يعني لا مانيبيلاسيون، كيفاش كنقول يا ربي بالعربية، المهم نسيت، هربت الكلمات. هذا الحبيب قلنا أنه استيقظ وفهم أنه فقد أعز الناس. نعم، لكن أرى حبيبي أن هذا لا، هذا يعني يخاف من هذه القيود، يخاف من هذه القيود. نعم، أسرار، هذا الكارت عزيزي تقول أن لديك فرص أخرى. نعم، هناك سيظهر شخص آخر جميل كذلك، كذلك وخا، وكذلك يقدر الحب، وهذا الحبيب يعني هو الآن فهم الأشياء ويريد تغيير الأشياء، وأكيد أكيد أنه سيعود، سيعود. لكن أرى أن لديك يعني هذه الكارت كلها كارتات إيجابية، كارتات إيجابية جدا عزيزي برج الحمل، وأنا أهنئك. هذه الكارت تقول أنك يعني لديك فرص كثيرة في كل شيء، فيما هو عاطفي ومادي، عملي، كل شيء، كل شيء، يعني الحياة تبتسم لك. نعم، وفيما يخص هذا الحبيب، أنت من يختار يعني مصير حياتك، أنت من تختار، يعني الكارت فقط ترشد، تعطي نصائح، لكن أنت من يختار. أنا نصيحتي، نصيحة إيمان، هو تسمع لقلبك، أن تستمع لقلبك دائما، لأن قلبك لن يخدع، قلبك لن يخدعك،
واخا يعني دير داكشي اللي كت اللي كتحس به. القلب ديالك هو اللي كي هو اللي يعني هو اللي هو اللي كيحكم في حياتك، واخا ليس يعني لا الكارت ولا انا، فقط اعطي لكم ارشادات ونصائح وعلامات واشارات ونصائح. والمهم ما يمكن ان يحدث، لكن انت ما من يقرر. نصيحتي دائما ان تستمع لقلبك، و يعني كالمجنون البريء، المجنون البريء دائما يعني يستمع لقلبه ليس لعقله، لكن انت حر. واخا ماذا كنت بغيت نقول شي حاجة أخرى. فيما يخص الحبيب، هذا الحبيب أكيد أنه سيعود، لكن يعني أنت ربما قلت أن لديك فرص كثيرة، فرص نعم عاطفية ومن كل الأنواع، لذلك استمع لحدسك. لا أدري إذا كنت يعني نعم أنت تحب هذا الشخص، أكيد يعني هذا قرارك، أنا لن أتدخل. لنرى ما هي الرسالة، رسالة الملائكة السماوية، ملائكة الأطلنطيدة. التوازن، يعني شوفوا التوازن، والتوازن السماوي والأمل، شوفوا لسبوار الأمل، شوف هذه الحمامة البيضاء وهذا يعني لون الحب الأحمر، يعني أنت فوق هذا، يعني هذه الطاقة أنت فوق، يعني هذه يعني لها معاني كثيرة، يمكنك أن تحقق كل شيء، لا مع هذا الحبيب، لا يعني مع يعني في كل شيء في حياتك يعني في يدك. شوف يعني الحمامة فوق هذه الكرة الحمراء، يعني الحب والأصفر الفرح والورد كذلك، الحب الحب والشغف لا باسيون، يعني وانت لا بيورتي، السلامه السلام بداخلك بفضل هذا السلام وهذا البياض، انت يمكنك ان تستحوذ على العالم. كارت تري تري فور، نعم يعني الامل. ولنرى ما هي الرسائل الملائكه الحب. قريبا تحرر وقم ب قم بمجهود، قم بمجهود. يتكلم عن الحب، يعني هذا الحب يعني له مراحله، قم بمجهود لكي تفهم. وأعتقد هذا ما فعلته أنت في القراءة، يعني هذا التغيير، يعني فهمت أن بالبكاء بالحزن باليأس يعني لن تحصل على ما تريده، يعني ما غادي توصل حتى لشي بلاصة، يعني فقط بلا نيجاتيفيتي والبكاء والحزن. والآن أنت فهمتي بأنك خصك تنوض، يجب أن تقوم، يجب أن تعتني بروحك، هذه الروح التي بكت، و يجب أن تكون قويا روحيا، معناها قويا ليس أن تكسر الأشجار ولا بل روحيا، يجب أن تكون حاكما وروحيا. نحن عندما نتكلم عن القوة ليس القوة العقلية ولا الجسدية ولا تهرس الحجر ولا لا، بل القوة الروحية، أن تكون حكيما، أن تفهم أن الحب له مراحل. ربما الآن تعاني، ربما هذا الإنسان مع شخص آخر، لكن يجب أن نحترم مراحل الحياة لأنها مخططة في الخريطة السماوية. كنت أتمنى لكم الخير يا ربي الحبيب، أتمنى لكم التوفيق، أتمنى لكم الفرح، أتمنى لكم السعادة، أتمنى لكم التوفيق في كل شيء، في الحب، في العمل، في ما هو مادي، في الرزق، في العلاقات مع الآخرين، أن يقتربوا منكم فقط الناس الإيجابية، الناس الطيبة، لأن هكذا نرفع ذبذباتنا ونرى الأشياء بوضوح، ويعني يهيمن السلام اكثر في حياتنا. واخا كنبغيكم بزاف، كنحبكم بزاف، كنتمنى لكم افضل ما في الحياة، وافضل ما في الحياة هو السلام، السلام والوئام. بفضل هذا السلام الداخلي نحن كما قلت سابقا نستحوذ على العالم. طبعا نحن لا نريد ان نستحوذ على العالم وان نسيطر على العالم، نحن لسنا امبراطور، او نحن نريد يعني أن نكمل ما رسمته لنا الخريطة السماوية. نعم إذا كان هذا الحبيب يعني كتب لنا فسيكون لنا، فسيأتي لوحده.
وإذ لم يكن لنا فوداعا إلى اللقاء، لكن بحب بسلام ودائما كما أقول دائما أن نسامح، واخا هذا هو الطريق الصحيح والطريق السليم السليم. نعم، كنتمنى لكم الخير، أحبكم من جديد، أحبكم، هذه هي الحقيقة، كنحبكم، كنتمنى لكم الخير، بسلامة.